أنا كنت بقيادة الجيش بال 2006، طوعت لصالح قيادة الجيش برتبة جندي. العسكر اليوم عم بمر كتير بظروف صعبة، اللي هن رفقاتي وأحبابي اللي قضيت معهم أيام حلوة. المعارك اللي عم بمروا فيها من أصعب المعارك. كان عمري 7 سنين بلشت غني، وانا عندي موهبه وحابب هيك اهديها لقياده الجيش كلها وللعناصر. انا وقفت علم ما كفيته، يعني كان في هيك ظروف حكمت علي لحتى اللي وقفته، وبس وقفت العلم فتنا على المؤسسه العسكريه. وحتى لو فليت أنا من الجيش بضل الجيش عايش فيه وبروحي وبجسدي. غربنا وبعدنا مهما الأيام.